الترويقة مكملة بي ام تي في لايف. هلا صار وقت الدسير مع شيف شارل عزار. هلو جن. بونجور. شورت بريد كوكيز، بتصور ما في حدا ما بحب الكوكيز، خاصة إذا كانوا سهلين، خاصة إذا كانوا طيبين، وخاصة إذا فيهم آخر شيء يعني هيك نزلة بشوكولا سخن لياخذ عليهم ولتصير طعمة وناتس كمان. بلش بالمقادير. سكر، طحين، زبدة أكيد، سكر بودرة، فستق حلبي، بيض، كريمة، صح، وطحين، وعندنا لوز هون، وأكيد شوكولا. شوكولا أنا شخصيا بفضل شوكولا أسود، ما بعرف إذا أكيد شو بتقترح. لا أنه رح نحطهم بالأسود، فينا ما نحط، فينا ما نغطهم بالشوكولا يعني. نحن شوكولا هيدي مثل اوبسيون زيادة، إذا اوبسيون إذا فول اوبشن للكوكي تجي مغطيه بالشوكولا سينو. أوكي رح نبلش. أول شيء ستيب باي ستيب، أول شغلة رح إذا بدك فينا نحط يمكن أول شيء الزبدة. بنحط الزبدة مع السكر. الزبدة دائما لما بنشتغل بات سابلي شورت بريد كله هيدا لازم يكون الزبدة بوماد، لا ندوبها ولا بدها تكون قاسية، لأنه إذا قاسية ما بتقعد تصير أوموجين السكر معها. ليش ما مندوبها؟ لأنه يعني إذا مندوبها، لأنه هلا بدنا نحن نسكبها سكب، إذا دوبناها رح تصير كثير ليكيد، ببطل نقدر نسكبها، ببطل نقدر نعطي الفورم اللي بدنا إياها. نتركها ساعة برا البراد؟ بدون حرارة يعني؟ الزبدة؟ إيه، وقت نقول نحن زبدة بوماد يعني هي على تمبيراتور أمبيونت، يعني حرارة الأوضة. هلا أكيد إذا كنا أيام ساقعة كثير وقاعدين بضيعة انه اكيد بدها شويه ترخيه على حد الفرن. اوكي اوكي، يعني عالشوفاج صح، بس بدها تكون هيك. نحن كيف نعرف انه بوماد؟ يعني اذا بنحط اصبعنا وبنكبس لازم اصبعنا يفوت. اوكي، مش مثل انه الزبده لما تكون قاسيه. اوكي، هلا هون هاي الزبده جاهزه، رح نحط السكر دغري فوق منه، سكر البودرة، ومنحرك. أكيد هون بهالمرحلة بدنا ننتبه كتير، إذا كنا عم نعمل كمية كبيرة وبدنا نعمل بدنا نشتغل على المكنة، بدنا ننتبه إنه ما تكون المكنة مثلاً ديجا محطوطة على الفيتاس العالية ونشكل كهرباء بضطر تشدني. بس ليه اخترت تشتغل على الإيد؟ لأنه كمية صغيرة. أوكي، مش إنه أحسن أو لا، إنه كمية صغيرة بفوت هواء أقل أو أكثر على العجين لا. أو لا، إنه إذا حتى لو على المكنة عم نعملها فينا نحطها على الفيتاس الخفيفة، يعني نحطها على الواحد. هلا هون فينا الحية ترجمة للمشاهدين، صارت عنا الزبدة نايس كونسيستنسي، صارت نوع موس صح. اوكي، شفت كيف هون صارت اوموجين، فاتت ببعضها كلها. رح هلا زيد البيضة. هلا اذا كان عندنا اكثر من بيضه، يعني اذا كانت كميه اكبر بنحط شوي صغيره بيض، يعني اذا كان عندنا مثلا عم نعملها ضرب 3 ضرب 4 بنحط مثلا بيضه وحده، بنرمي زيد شوي صغيره طحين، نرجع بعدين، بس اخر شيء لازم ننهيها بطحين. اوكي اوكي، بتساعد انه حتى تضلها البات متكامشه مع بعضها اوموجين، ما تكون فيها مطارح انه فارطه. اوكي، هون في شغله كمان اسيوس كثير مهمه، انه لما بدنا نكون عم نعمل نحن شورت بريد ولا عم نعمل سابلي، كثير مهم انه بس ننزل الطحين ما ندعك كثير. يعني وانس بننزل الطحينات بس تاخذ بعضها شوي صغيره لازم دغري نوقف، لانه اذا كثير عجننا الطحين بخليها تصير الاستيك. يعني الجلوتين اللي موجود بقلب الطحين بيصير مثل المغايطة، اوكي، بيصير الاستيك. سو الافضل الميكس الاول يلي عملته يكون جاهز، صح، تخلص بطحين بشكل انه كم ضربه بيكون اخذ ويستوب. مزبوط. هلا انا هون عم نزل الكريم، هذا شو؟ كورن فلاور. اوكي، الكورن فلاور، هلا للاشخاص اللي حابين يعرفوا لشو الكورن فلاور، الكورن فلاور رح تعطيها الفته، يعني بتصير تفت اكثر، مش لترفخ اكثر. لا، الكورن فلاور ما بي
ما بيخليها ترفخ. هي كورن فلاور بيعطيها التكستشر تبعيتها بتصير بتفت اكثر، بتصير قريبه شوي مثل الغريبه. اوكي كتكستشر اي، لانه الكورن فلاور هو جلوتين ميت فيه، عرفت كيف؟ يعني ما ضعيف. اوكي هون خلطناها. شفت كيف؟ كان عم بيقول ميشيل فرنيلي قبل بشوي عم بيحضر شوربه انه المقادير ما ضروري يكونوا على المليمتر، فينا ندوق ونزيد اكيد، بس هذا الشيء ما بيطبق ابدا بالباتيسري. لا على البيستري، بالباتيسري هي اكثر شيء مي بالكويزين. في عندك بدك تشتغل ب يعني اكثر على النفس، يعني تحس اكثر بالبرودوي انت عم تشتغله، تصير تتذوق. عم بحط هلا الفاني مثلا، نحن هون الفاني اذا زدت هلا مثلا شوي اكثر دوبل او اكثر شوي او اقل شوي ما بيأثر، لانه الفاني هي بس للطعمه. اوكي بس مثلا السكر والطحين مواد اساسيه، ما فينا هيك يعني الدوزن فيهم والبالانس فيهم مهم لتوصل للنتيجه بدك اياه. صحيح كيمستري مثل ما كنت عم تقول. مزبوط. هلا نعملها بالملعقه لانه صارت قاسيه، صارت الفوي او الشريط ما بقى يفوت فيها مزبوط. اوكي هيك صار عنا اياها جاهزه. هلا رح نسكبها بالكيس. لكن رح تترك الفستق واللوز لاخر شيء، ها ايه؟ ما رح تدخلهم على قلب الميكستشر. صح اوكي، حطهم على الوجه. شاغل شي مره بالبايبينج باد. يس هلا ببين. هلا ببين. بس مش بتقول لك من صراحه ما مش ما بيريح كثير، بصير بيلزق وبيبقوا بالكيس يعني مش من الاشياء. انا اليوم لأقول لك شغلي، انا اليوم حبيت اشتغل بالبايبينج باج بس على الرأي، ما يكون عندي شيء رسات كثير كبيره، لحتى نفرجي المشاهدين ليتعلموا مزبوط كيف نشتغل بالبايبينج باج. اول شيء لما بنحط الدوي نوزل الدوي منسكر الكيس مزبوط، يا منحطه بقلب علبة اوكي منحط، يا منفتح يا منحطه بايدنا هيك. اوكي ناخذ البات. هلا فيها تكون شوي ارخى، فيها تكون شوي اقسى حسب الزبده. هلا نحن مثل ما هي هيك كثير منيحه ما بتعد تنزل. هاي التكستشر نسبتك هيك ايه، منا عجينه رخوه. لا تنكون صريحين. صح منا رخوي رخوي ومنا كثير قاسي يعني ما بتعذب. اوكي اهم شيء يضل في عندنا تقريبا شيء 10 سم من البايبينج باج يضل نضيف. بنسكره بهالطريقه، بنشد شوي بنفتح بنشد. بعدين بيناتنا نص الميكسر بتروح بالكيس. لا ما نحن بنرجع ليك كيف بنعمل هي شغله منيحه. ما كنت عم تحضر شيء طيب، ما لك عين يعني تترك. لا لا هيك منيح اللي سالت هذا السؤال لحتى فرجيك انه نستعمل هيدا اذا بدنا فينا هيدا السكين بس على القفا نعمل له هيك. اوكي شفت كيف يحني؟ شفت كيف جمعناهم كلهم هون؟ صحيح بس بدنا ننتبه ما نخزق الكيس. هلا نرجع بنشدها هيك مزبوط. هلا اذا عبت شويه هواء بتصير بتنفس شوي صغير بتنقعد، بنرجع بنقدر نغيرها. نعمل مش اكبر من هيك. اوكي اذا لقينا انه كثير قاسيه انه عم بتعذبنا اكيد نحن بالنسبه لنا ما في مشكله، بس اذا عم نحكي لستات البيوت اذا حسوها شوي قاسي بيقدروا البايبينج باج يفصلوها بالنص هيك، وهون ايد الشمال بتهدي الكيس بيسكبوا هيك. اوكي اوكي نرجع البيستاش
أو الفستق الحلبي نحطها على الوجه. بدك تعلي إيدك، خليني أقول لك شغلة، بدك تعلي إيدك تقريباً سنتي أو سنتي ونص، وما تهز. بدك تعلي هذا سنتي. عظيم، كثير منيحة. شفت هدول الاشياء اللي انا عم بقول لك اياهم هون، هول مهمين للمشاهدين كمان هن ينتبهوا، انه البايبنج باج بده يكون بعيد تقريبا سنتي ونص هيك. اوكي، بس بدك تطلع قطش. اوكي، يا رح حط البيستاش في وقت سمعتك تكمل. هيك لحتى ما تعذبنا الورقة، خليني أقول لك شو فينا نعمل كمان. هالمشاهدين بياخذوها مثل تب، ناخذ شوي صغيرة بنحط منلزق الطرف هيك، ببطل تقب الورقة. يا بيرفكت، هيك بشتغل تكون مرتاح. هلا فيك تعملها كمان اذا بدك بشكل مش ضروري مثل ما انا عم بعمله، بس على شرط انه يطلعوا قريبين لبعضهم، لحتى بس بدك تحطهم بقلب الصحن يكونوا حلوين. هلا قريبين لبعضهم بس ما بيشبهوا اللي عملتهم انت. لا بس حلوين، بتعرف عن جد حلوين. اوكي، رح نحط. يب، هلا فينا نحط. أوكي. فينا نحط الناتس اللي بدنا اياه، فينا نحط بندق، فينا نحط نودو بيكان، بس انه احنا اشتغلنا شورت بريد كوكي سيدا مثل ما بيقولوا. يعني الريسيبي فينا نحط لها شوكولا، يعني فينا نخلطها مع شويه كاكاو، عرفت كيف؟ مع شويه كاكاو، او فينا نخلط اثنين، يعني ننزل بقلب الكيس لونين ويصير عندنا اياهم ماربل. اوكي، هون اذا بدك نحط سوا. هلا بيك حجم صغير ما بدهن وقت، ما هيك بالفرن؟ لا تقريبا بياخذوا تقريبا شيء ثلث ساعه، ربع ساعه، اقل شيء 12 دقيقه. اوكي، بعدين حسب الفرن، يعني بي 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 بأقل من نص ساعه بتكون حضرت اكيد ديسير لا جاذرينج، لعشاء، لبيرث داي. انه هذا كثير طيب اذا حدا لبعض الظهر مع القهوه، انه كثير فكره حلوه. اليوم عاملين هيك شيء على الخفيف، امبارح كنا متقلينا شوي، عاملين امبارح تارت مانج كانت قويه. ما شفنا ولا شقفه والله. ما بقي شيء. وين الصينيه؟ هلا هون اذا بدنا نعمل بعد شوي. اعطينا شيب تانية، فينا نعملها هيك. هيدي رح شيلها. اوكي، نعملها هيك تطلع كمان حلوة. اوكي، بنرجع بس بدنا نحط الفستق. شفت ما بيبقى كثير لما بتعملها هيك. شيف، رح ناخذ بريك بعد دقيقة تقريبا. اوكي، بيكونوا طلعوا من الفرن لازم، ولكن بدنا نشتغل الشوكولا بالوقت، بس أوكي. بس بنذوب وبنترك على جنب، رح نشوفك بركي لما نرجع كيف عم فينا. هلا انا عندي جاهز الشوكولا اذا في عنا ضياف. أنا جايب معي شوي من قبل محضرين ليكونوا مسقعين، لأنه إذا كانوا سخنين الشوكولا ما رح يهدى عليهم. رح نجيب صحن. أوكي، رح نشوف شال كيف رح يشتغل ال ال لساج الشوكولا، ولكن بعد الوقت.
حكيت اليوم عن الحب اجمالا وحب الاكل من وقت والحب من وقت خلال الأكل. من وقت ما بلش النهار بلشنا الترويقه اكلنا شيء ولا لقمه بعد يا شارل دايقين ناطرينك بس هيك يلا عرفت اصلا البير معروفه بعلم النفس انه اللي كثير بحب كثير بحب يعزم على الاكل وكثير بحب يطبخ ويعني في علاقه متينه بين الطعام والحب والتعبير عن الحب على كل حال بنعرف من اماتنا يعني صحيح شيل طنط وهيك اشياء شو عملنا اليوم شار؟ اليوم عملنا شورت بريد كوكيز تفضل اهلا وسهلا لا انت بدك تدوقي اوكي ما مشاد تزركني هيك ليتس سي بس شارل اكيد فيهم شي تويست لا عملناهم على الطريقه البيتيه اليوم حبينا اكثر يكون مثل تكنولوجي يعني نشتغل اكثر نفرج المشاهدين كيف بنشتغل بالبايبينج باج حكينا شوي صغيره انه بالميثود انه لما بنكون عم نحط كيف نحط الزبده كيف لازم يكون عليها تمبراتور الطحين ما لازم ينعجن كثير لحتى ما تصير الاستيك العجينه بس تكون عم ناكلها ما تعود تفت بتصير بعدين مثل بتكسر تكسير والشوكولا كمان غطيناها سيبون سيمبل أي. سيمبل ريسيبي يعني اخذت معه وقت كثير قصير بمقادير اجمالا موجوده كلها بالبيت كل الوقت بس انا بدي اقول شيء انا بآمن بانه في شخص عنده نفس أكيد. على الاكل مثل ما بيقولوا لانه قد ما النسام شار في نكهه مش طبيعيه يعني اكيد المقادير مهمين صح. اكيد بس للناس اللي ما عندهم النفس بيقدر في اشياء بيقدمها الشيف ليخلي هالناس ما يحسوا حالهم انه ما لهم دور بالمطبخ او مزبوط لانه نحن اشتغلنا على روسات هلا اذا بيمشوا نفس الشيء مثل ما عملناها نحن الزبده بدها تكون بوماد الطحين ما بده ينعجن كثير رح تطلع نفس التكستور هلا حطينا شويه فاني بيقدروا يحطوا هن برش اورانج برش سيترون اللي بدهم اياه بيقدروا يعملوا يعني هون بيصيروا هن يقدروا يخترعوا بس انه ما بطريقه انه ما تنتزع يعني مثلا يحط واحد لنفترض اورانج كثير او سيترون كثير تصير بعدين طعمتها تطغي لانه اكيد اكيد يعني هون الطعمات كلها يعني هون مهم كثير نوع المقادير يلي بنستعملها كمان اكيد نوع المواد يلي اكيد نحن ما حكينا عن هيدا بس معك حق يعني الزبده بدها تكون زبده نوعيتها كثير منيحه مش تكون عم نستعمل زبده طعمتها مثل السمنه او مثل الغنم يعني تعطي ريحه واكيد الطحين يكون للبسكويت يعني مش يكون بورسنتاج عالي البروتين فيه الشوكولا كمان اكيد في اساس يعني اساس كثير الشوكولا اذا كان شوكولا منه طيب يعني شوكولا من هذا النوعيه الكاليتي منه كثير ميحه اكيد ما رح تطلع طيبه البيستاشيو وهدول كمان جود نيوز شيف جود نيوز رانيا خلصوا بعد في واو هيدي باد نيوز بالنسبه لالي لانه اذا مكملين هيك النهار ما بعرف بس اف واي اي هو اللي نحن عملناه هون ريحه بتشهي باي ذا واي 12 دقيقه طلعوا صاروا جاهزين ثانك يو شيف ميرسي لكم هيدي كانت السيشن اليوم بالمطبخ بريك رانيا انت عندك ضيوف كثار وموسيقيين بعد الوقفه